السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة، والبداية بالعناوين. البرهان يحذر من يحرضون على الجيش وقيادته، ويؤكد أن الجيش لن ينحاز لأي جهة سواء كانت المؤتمر الوطني أو الحرية والتغيير. قحطة تؤكد أن الأنباء عن تقديم حصانة قضائية لقادة الجيش غير صحيحة، ومنظمة أسر الشهداء تعلن رفضها لأي تسوية تفضي للإفلات من العقاب. محمد بدر الدين يؤكد أن القوى المشاركة بصياغة الدستور ستدخل في التسوية المرتقبة، والعدل والمساواة تجدد تمسكها بالرؤية التي قدمتها الكتلة الديمقراطية. أهلا بكم إلى التفاصيل. تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان القوات المتواجدة بقاعدة حطاب العملياتية، وأكد البرهان أن القوات المسلحة غيرت الكثير من أنماط عملها في الفترة الماضية، بما يعزز دورها كقوات قومية تدافع عن البلاد وأهلها، حماية عن شعب السودان وحماية عن أرض السودان. نحن طبعا كلنا متابعين ما حل ببلدنا، وكلنا متابعين ما حل من تغيير في القوات المسلحة. القوات المسلحة يا إخوة غيرت كثير من أنماط عملها، وغيرت كثير من سلوك عملها، وغيرت في تنظيمها. هذه التغييرات تغييرات حقيقية، القصد منها أن القوات المسلحة تعود قوات قومية وطنية تدافع عن هذا البلد وتحمي هذا البلد وتحمي مواطن هذا البلد. وفي سياق آخر، قال البرهان إن الجيش ظل يتعرض لحملة تحريض ممنهجة، محذرا جميع من يقف خلف هذه الحملة، مضيفا أن الجيش ليس له قبيلة أو جهة أو حزب يدافع عنه. نحن نؤكد أن القوات المسلحة في الفترة الماضية دي ظلت تتعرض لهجوم، هجوم شديد جدا على قيادته وعلى هي ذاتها، هجوم من فئات محددة. نحن بنحذر هذه الفئات وبنقول لهم لن تنالوا من هذه القوات المسلحة. كلامنا ده موجه للناس اللي بيحرضوا وبيفتكروا انه الجيش ده حيتفكك، وانه الجيش ده حيتشتت، وانه الجيش ده نحن هنعمل فيه والفلانين هيعملوا فيه. ما في الا على اجسادنا هذا الامر يتم. ما في زول حينال من هذه القوات ونحن قاعدين وانتم قاعدين، وما في زول حينال من السودان نحن قاعدين وانتم قاعدين. طالما احنا عندنا السلاح ده في يدنا ومؤمنين بان عندنا قضيه رئيسيه، قضيتنا الله والوطن، شعارنا المكتوب هنا ده، ما في حاجه بتجينا ولا بنخاف من زول ثاني. نحن لازم ناكد للناس اللي بيتهموا الجيش انه الجيش موالي لجهه معينه ولا لحزب معين. الجيش ده ما عنده حزب ولا عنده فئه ولا يوم من الايام حيدافع له عن فئه ولا عن حزب. نحن بنحذر الناس اللي دارين الدار ورا الجيش، وكلام خاص للمؤتمر الوطني ولا الحركه الاسلاميه، بنقول لهم ابعدوا من القوات المسلحه. ارفعوا يدكم كله، ارفعوا اقلامكم من القوات المسلحه. القوات المسلحة ما حتسمح لأي فئة تعود من خلالها، لا مؤتمر وطني ولا حركة إسلامية ولا غيره. ما عندنا نحن جيش السودان. إلى ذلك قال البرهان أنه ليس بمقدور أي جهة سياسية العمل على هيكلة الجيش أو الدخول في صفوفه والعمل على دمجه، مضيفا أن الجيش لن ينحاز لأي جهة سواء كان المؤتمر الوطني أو الحرية والتغيير. الجيش ده لا في زول بيفككه، ولا في زول بيدخل في تنظيمه، ولا في زول بيجي عسكري فيه ولا ضابط فيه. نحن كلنا شركاء في هذا الأمر كعسكريين. الكلام ده بنقول إذا كان في حكومة جاية، والله ما جات حكومة، والله جات حزب، والله ما جاء حزب. ده حياتنا أساسية ما فيها كلام ولا فيها أحزار. نحن كلنا مستعدين نموت عشان ندافع عن الجيش ده، لانه الجيش ده هو اللي بيدافع عن السودان. هسه الناس بيقولوا انه اجي لابس، انا بجيت لابس ومعمره، هذه ما في، انا الاجزاء هذه قاعده ورا.
ما في كلام، ما في لعب. نحن جيشنا نحميه بروحنا ومستعدين في اي لحظه وفي اي وقت، في اي لحظه وفي اي وقت ندافع عنه، لانه دفاع عنه دفاع عن السودان. الدفاع عن هذا الجيش دفاع عن السودان. نحن كلامنا ده موجه لكل القوى السياسيه، اذا كان مؤتمر وطني والله حريه والتوحيد والله غيره. الجيش ما حينحاز لاي فئه ولا حيقيس في صف اي فئه. الجيش واقف مع السودان، واقف مع وحده السودان، واقف مع حق السودان، لان السودانيين يعيشوا عيشه كريمه، يعيشوا حياه كريمه. وكشف البرهان عن وجود حوارات وتفاهمات تجري الان مع بعض القوى السياسيه، مؤكدا أن هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها لأنها تمس الجيش ولا يمكن القبول بها مطلقا. نحن صحيح التفاهمات الماشية الناس معنا بها دي في تفاهمات، لكن تفاهمات بالنسبة لنا نحن تفاهمات في حاجات خطوط حمر بالنسبة لنا. أولا هذه القوات المسلحة والقوات النظامية كلها خط أحمر غير مسموح بأن حد يعبس بها ولا يلعب بها اطلاقا. الحاجة الثانية التوافق، نحن ارتضينا في 2019 ان كل القوى السياسية طلعت في 2019 اذا كانت بمسيرة الحرية والتغيير او بمسيرة اي كيان ثاني، كل الناس الموقعين او اللي بيضمهم التنظيم الازاح النظام السابق في 2019 عندهم حق مشروع في انه نحن نجيب معاهم عشان نكمل فترة انتقالية، نكمل فترة انتقالية عشان تجينا انتخابات. غير الناس كانوا في 2019 ايضا اضيفت لهم قوه سياسيه اخرى ما كانت معهم. ده توسيع لقاعده المشاركه، ده الكلام اللي احنا قاعد نتكلم عنه بنقوله. الدار يخش معانا في المساله دي، الدار تبني السودان ودار تصفر السودان حبابه، الدار تمترس وراء اراءه وراء افكاره. نحن بنقول له والله نحن دارين نمشي بالبلد دي لقدام، والبلد ما بتستحمل ان الناس يتجاذبوا فيها ويتشاوروا، وكل زول ماسك ورقه وكل زول ماسك له مبادره، وده حقي وانتم تمشوا وراي وانتم تتبعوني. نحن ما بنتبع زول، نحن نتبع الوطن، نتبع مصلحه الوطن. ودعا البرهان القوى الوطنية الحادبة على مصلحة البلاد أن تتراضى وتتوافق فيما بينها لإكمال الفترة الانتقالية، مضيفا أن القوات المسلحة اختارت أن تمضي في طريق التوافق الوطني الذي إن لم تفلح القوى السياسية في تحقيقه ستمضي القوات المسلحة بالبلاد إلى الأمام. قال القيادي في التيار الوطني العريض محمد علي الجزولي ردا على خطاب البرهان أن التيار يرفض عودة الحركة الإسلامية وقحط إلى السلطة عن طريق الجيش، وطالب الجزولي رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بتجاوز التيارين معا وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية ذات مهام محددة، موضحا أن التيار الوطني العريض ظل نصيرا للجيش ودافع معه عن وحدة البلاد وسيادتها. نفى المجلس المركزي لقحط الأنباء المتداولة عن وجود اتفاق يقضي بتقديم حصانة قضائية لصالح أي فرد أو جهة عسكرية. وأكد المجلس المركزي في تعميم صحفي أن مثل هذه الاتفاقيات يجب أن تتم بعلم أسر الضحايا وبعد موافقتهم. نفى رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة إبراهيم الحوري الأنباء حول طلب قادة الجيش لضمانات قضائية بعدم ملاحقتهم كشرط لتسليم السلطة. وقال الحوري إن ثمة أصوات حزبية تحاول التقليل من شأن الجيش والترويج عبر الأسافير أن القيادة طلبت ضمانات للخروج الآمن كشرط لتسليم الحكم، مضيفا أن هذه الأصوات تناست أن قادة الجيش هم رجال دولة لا يبحثون عن المغانم الشخصية حسب قوله. أعلنت منظمة أسر الشهداء عن رفضها لأي حل يفضي للإفلات من العقاب، مؤكدين وقوفهم ضد أي تسوية سياسية لا تكون العدالة في أولى أولوياتها. واعتبرت نائب رئيس المنظمة أميرة كابوس أن أي حل يأتي عبر الإفلات من العقاب لن ينتج عنه سوى المزيد من القتل.
أكد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي محمد بدر الدين أن جميع القوى السياسية التي شاركت في صياغة الدستور الانتقالي ستدخل في التسوية المرتقبة. وأوضح بدر الدين أن أغلب أعضاء المؤتمر الشعبي موافقين على مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية المنحلة لنقابة المحامين. أعلنت حركة العدل والمساواة عن تمسكها بالرؤية التي قدمتها مجموعة الكتل الديمقراطية كأساس لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد. وأوضح نائب أمين الحركة حسن إبراهيم أن المكتب القيادي للحركة أكد على التعاطي بإيجابية مع كل الجهود التي من شأنها إحداث توافق وطني يحافظ على الاستقرار السياسي بالسودان. نظمت مبادرة نداء أهل السودان للتوافق الوطني وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية بضاحية صوبة في العاصمة الخرطوم رفضا للتدخلات الخارجية. وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية ضمن سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها مبادرة نداء أهل السودان مؤخرا، حيث بدأت بالسفارة البريطانية ثم الاتحاد الأوروبي والسفارة الألمانية. كشف عضو الغرفة القومية للمستوردين المعتز المكي عن تعطل حركة الاستيراد بنسبة 70% ما تسبب بإفلاس معظم المستوردين. وأوضح المعتز أن أسباب ذلك تعود إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وقيام الحكومة باستيراد حاجة مؤسساتها من الخارج بدلا عن تعاقدها مع الموردين المحليين، بالإضافة إلى الآثار السلبية للأزمات التي لحقت بموانئ البحر الأحمر بسبب بعض القرارات التي وصفها بالخاطئة. كشف رئيس مجلس إدارة شركة الصمغ العربي سليمان إبراهيم عن مرور سلعة الصمغ عبر 112 سمسار قبل عملية تصديره أو تهريبه. وقال سليمان أن حوالي 50% من الصمغ العربي يتم تهريبه إلى فرنسا عبر دولة تشاد، متهما الحكومة بالتقصير في الحد من تهريبه بالإضافة إلى إهمالها المنتجين وعدم توفير التمويل المناسب لهم. قال مدير الإدارة العامة للمواد البترولية في ولاية الجزيرة حسن أحمد أن النقص في سلعة غاز الطهي يعود إلى أعمال الصيانة في مصفاة الجيلي. وقال سليمان أن أعمال الصيانة انتهت بالفعل وعادت المصفاة إلى العمل مرة أخرى، ما يعني عودة الاستقرار في إمدادات غاز الطهي قريبا. أعلنت الكوادر الطبية في وزارة الصحة بولاية الجزيرة الدخول في إضراب عن العمل ابتداء من يوم الثلاثاء القادم حتى نهاية الأسبوع. وقالت اللجنة الأجور بالقطاعات الصحية بالوزارة أن هذا الإضراب يأتي في ظل ما وصفته بمماطلة حكومة الولاية في الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بأجور العاملين في الوزارة ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 60%. دعا رئيس اللجنة العليا لدرء آثار السيول بمحلية بربر بولاية نهر النيل أحمد مجذوب كل من الحكومة والمنظمات الخيرية لدعم المتضررين من السيول التي ضربت المحلية. وكشف مجذوب عن وجود عدد كبير من المتضررين ما زالوا ينامون في العراء، مطالبا بضرورة الإسراع في عملية إعادة تأهيل منازلهم المدمرة وتوفير مأوى لهم. كشفت وزارة الصحة بشمال دارفور عن تسجيل 400 حالة إصابة بحمى الضنك وأكثر من 9000 إصابة بمرض الملاريا خلال أسبوع واحد. وأوضح مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بالوزارة عماد الدين بدوي عن تنفيذ عدة حملات لمكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك والملاريا، مع قيامهم بورشة تدريبية لـ40 متطوع على وسائل وطرق مكافحة هذه الأمراض. أعلن الأمين العام لحكومة شمال كردفان حسن موسى عن استئناف الدراسة في جميع المراحل التعليمية ابتداء من يوم الأربعاء المقبل. وقال موسى أن هذا الإعلان جاء بعد تقديم وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية في الولاية تقريرا إيجابيا عن انخفاض عدد الإصابات بحمى الضنك وسيطرة الأجهزة الصحية عليها. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين.
البرهان يحذر من يحرضون على الجيش وقيادته، ويؤكد أن الجيش لن ينحاز لأي جهة سواء كانت المؤتمر الوطني أو الحرية والتغيير. قحطة تؤكد أن الأنباء عن تقديم حصانة قضائية لقادة الجيش غير صحيحة، ومنظمة أسر الشهداء تعلن رفضها لأي تسوية تفضي للإفلات من العقاب. محمد بدر الدين يؤكد أن القوى المشاركة بصياغة الدستور ستدخل في التسوية المرتقبة، والعدل والمساواة تجدد تمسكها بالرؤية التي قدمتها الكتلة الديمقراطية. شكرا لطيب المتابعة، نترككم الآن مع جولة الصحافة وأسعار العملات. إلى اللقاء.